بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم على كتاب الله تعالى. سأل أيضا يقول بالنسبة للمسلم الجديد كيف يميز الفرقة الصحيحة؟ يقول نجد فرق كثيرة جدا وكل فرقة تدعي أنها الإسلام الصحيح، يعني ما كيف يميز الطريق الصحيح في مثل هذه الاختلافات؟ الفرقة التي تأخذ في أعمالها وفي دعوتها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرقة الناجية. الجميع يدعون؟ لا، ليس الجميع. يعني تجد فرق مثلا ترفع شعار، خذ على سبيل المثال الرافضة الشيعة، أنهم الأئمة، يعني لما تقرأ كتبهم كلها تجد أنهم قال جعفر الصادق وقال الإمام الباقر وغيرهم، يعني لا تكاد تجد فيه استشهادا بكتاب الله تعالى، لأنهم يرون أن كتاب الله تعالى محرف، ولا استشهادا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون نقلت عن طريق الصحابة الذين يرون أن معظمهم قد كفروا. فلذلك كل كتبهم ومراجعهم إنما هي من بعض الأئمة، وكثير منها غير صحيح يعني في النقل عن الأئمة. يعني الإشكال المعتزلة نأخذ فرقة أخرى. لا، في بس النقطة اللي ذكرتها، لأن بعض الناس قد يقول طيب ينقل عن إمام من الأئمة. الإشكال أحيانا ليس في قضية النقل، الإشكال أن النقل مكذوب من الأصل، من أساسه. أي صحيح. يعني صحيح، يعني نقول فضلا عن كونه مكذوبا، أنا أقول الفرقة الناجية هي من كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من أخذ بكتاب الله تعالى، لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما كان في حجة الوداع، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ. لو جئت إلى فرقة أخرى، يعني ولا نريد أن نستطرد في كل الفرق، المعتزلة ويعني أمثالهم، تجد أنهم يبنون تصورهم ومعتقداتهم و يعني نظرتهم إلى كثير من الأشياء بنظرة عقلية صرفة، لا يستندون إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول للأخ السائل عليك بالفرقة الناجية التي تأخذ منهجها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.